يا هلا والله وسهلا بالجميع، يسعد لي صباحكم. صباح خير وتوفيق من رب العالمين. شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين ومستصحين. الله يديم علي وعليكم الصحة والعافية يا رب. اللهم صل على محمد. قصتي اليوم مفرقات المجالس او مفرقات الحمايل. اتمنى ان شاء الله ان تعجبكم وتستفيدون منها. يمكنكم سمعتوا عن بيوت قبل اللي تلم حمولة كاملة من حريم عيال، من بناتهم، من بزارينهم، والخال والخال أو العم والعم، يصيرون عيالهم كذا ماخذين قرايب، أما بنت خالة له ولا بنت عمه ولا بنت خاله ولا بنت عمته له ولا بنت جيرانهم ولا قريبة من قريبة لهم، يعني زي كذا. ويعيشون جميع وما شاء الله لامتنا البيت كلهم من حريمهم ومن عيالهم وبناتهم. قصتنا اليوم من هالناس هذولا اللي يسكنون جميع البيت، مكون من 5 حريم عيال و3 بناتهم، مو بنات عيال يعني خوات رجال، والخالة وخالهم اللي هو شوي بهم. كلهم جالسين جميع وعايشين جميع وما عندهم أخلاف. يقومون من يوم يقول الله أكبر الفجر، يصلون يتزينون فطور، هذا عجين وهذا خبز وهذا اللي تحلبه بقره وهذا اللي تزين تروب اللبن وهذه اللي ما أدري وشي وهذه تكنس وهذه تنظف. أم لا صار هالضحى تلينا وتقهوا وجلسا وصالفا. أم لا منه احتميت الشمس شبا على غداهم. أم لا صلى والظهر جو رجالهم وتغدوا. أم يلا ينامون لهم شوي على قولتهم يقيلون. أم العصر نفس الحكاية، يقومون ويزينون قهواتهم ويتقهون العصرية. أم الله قال الله أكبر المغرب، ركبن على عشاهم وتعشوا أبد، يصلون صلاة العشاء يحطون صفرتهم ويتعشون وينامون. هذا روتين يومهم. الشايب والعجوز عندهم واحدة من حريم عيالهم تفوق عليهم بالغلاء، يعني يحبونه أكثر شيء ولا يبونه تزعل أبدا، وتلاقونهم كل النهار هم وياه. وليش هم حبوه؟ لأن لينة هينة عليهم، تداري خواطرهم وتخدمهم وتغسل لهم وتنظف اللي عقبهم، وانتانهم أكلوا وقضوا ماكلين طارت تجيب لهم شو اسمه معون يغسلون، وانتانهم جو بيقومون تساعدهم بالقوم، وانتانهم بيقعدون تساعدهم بالقاعدة، يعني هي مداريتهم ومدارة. وقريبة القلب لميمة لأن بنت أخوة وهي الزوجة الوسطى، يعني لا هب من أكبر ولا هب من أصغر، هي الوسطية بينهم. واحدة الثانية من حريم عيالهم حقودة حسودة، هي أساس قصتنا. حقودة حسودة اللي شافته وشافتهم يهلون به ويرحبون به ويقعدون معه، ذا تموت قهر تنغث منه مغثه، يعني تغار منه وحاقدة عليه وحسدته. الحسودة والحقودة هذه تكون زوجة الأخ الكبير، دنية نفس، ضعيفة إيمان، ما تخاف رب العالمين لا بها الآدمية ولا بخواله، دائما النفسية براس خشمه ودائما معصبه ودائما تحوس وتدوس ودائما منكدة على البيت نكد. من قوة ما إنه إيمانه ضعيف راحت الواحد يسوي حجاب أو نقول ساحر، على قولتهم علاج روحاني، استغفر الله العظيم يا ربي،
المهم راحت وجابت حجاب أو السحر وحطته عند عتبة باب غرفة هالمسكينة هذه اللي يحبونها الشيبان. حفرت عند باب روشنة وحطته ودفنته علشان طاطاه ويجي هالسحر. وفعلا صار ومشت عليه وبدابه مفعول السحر، فصارت لا تقوم ولا تقعد ودايما مريضة وما تبي البيت ويطير له، ما تبي الشيبان أبدا، لا قرب ولما تبدأ تصرخ كأنهم بيذبحونه، وهي عيونه تهامر وتصايح بسبة أنه تبيهم، اشتقت لهم، تبي تقعد معهم، تبي تسولف معهم، بس لا منا شافتهم كأن شايفة شياطين قدامه. بدأ يضعف جسمه وبدت بس تصيح من الأمراض، مرة تقول رجليني، مرة راسي، ومرة يديني، ومرة بطني، ومرة قلبي، كل شوي طلعت اللعلة، مرة ركبي وحالته حالة. الوكاد رجله ضاق صدره عليا ما يدري شو يسوي به، وقتها ما كان في مستشفيات، كان عندهم واحدة تعالج، يعني حرمة تعالج يسمونها الداية، جاء وجابه لمه عطته كم عشبة تنشطه شوي، لكن ماش مه انشطت يوم جلست 10 أيام وهي مريضة وتحاول 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 ما راد الله انه تطيب على ايده. قالت الرجلة امرتك يبي لها قران، وفعلا اتفق هو يا ام امرته ام زوجته انه تجيبه عنده، ام يجيب لمها مطوعة وتقرأ عليه. مطوعة تقرأ بس انه ما تعزم على آيات السحر، تقرأ عليا رقية عادية، ما تقرأ عليا رقية حقة السحر. الوكاد إنه بدأت تقرأ عليا شوي، البنت تدوخ بس ما بين به شيء. قامت وقالت هذه مطوعة الرجل الحرمة شف الشيخ فلاني ترى بينفعه أكثر منه. قال طيب، أمر يجي ويروح لأمه ويعلمه بس سالفة وإنه تذا. قال هو واحدة من ثنتين، يا إن به نفس قوية يا إن اللي به سحر. مير خلاص أنا لا صار عقب العشاء جيتكم أعزم عليها وأقرأ عليها. الوكاد إنه جاء وقرأ عليها. أول يوم شك إن الحرمة به شيء، لكن يوم ثاني وثالث تأكد أن الحرمة مسحورة. بدأ يعطيه شيء تشربه وشيء تكبه عند الباب باب غرفته وشيء تروش به. الوكاد عقب كم يوم اكتشفوا مكان السحر وعيا يعلمهم من هين لسحرتهم. اللي رفض انه يقول لهم اسم الساحرة او اللي ساحرته او اللي قايلت لا تسحره، مو هو بنطوع اقصد اللي بالحرمة هذه اللي شو اسمه المتلبس بجسمه، رفض يعلمهم من هي الساحرة ومن هي اللي طلبت السحر، علمهم بس مكان السحر وينه علشان يفكونه، لكن رفض انه يعلمهم من اللي ساحره ومن هي اللي طلبت السحر. الوكاد رجعت لبيته والشيبانه ورجعت وصحته وبعافيته وما عنده اخلاف، وهي وياهم ابد جلست يمكن حول شهرين وهي ما شاء الله مرتاحه. عقب شهرين هذول بدت حياتهم تتغير.
بدت المشاكل تقب بينه وبين حريم عيال الثنيات وبينه وبين خوات رجله. ليش مرت أخوهم الكبير تبدأ تفرق بينهم بالكلام؟ إنه فلانة تقول أنا مليت وأنا أكرف لهم، مليت وأنا أشتغل لهم، تقول شغالة عندهم هن ما يعرفن يطبخن ولا يعرفن يزينن ولا يعرفن، تقول بدت تولف من عنده كلام على لساني وهم يصدقونه، وصارت بينهم مشاكل وهوشة وكبرت مشاكلهم بسبب القال والقيل. تقول يوم ورا يوم والمشاكل بدأت تزود والكلام بدأ يكثر. تقول لو أقول مثلا أجي وأسولف مع واحدة منهم وأقول له والله أني تعبت اليوم من شغل البيت، ولا تقول بدأت تزود من عنده زيادة كلام، تبدأ تروح لمحرم عيال والبنات وتقعد تقول لهن إنه فلانة تقول أنا مليت وأنا خدمهن وهن ما يعرفن يشتغلن ولا يعرفن يناظرن ولا يعرفن يزينن الشي، إن جيتي طبخهن مالخ وإن جيتي تنظيفهن ما ينظفن زين. يا كثر ما زودت من عندها بهارات بالكلام اللي ما كرهتهم بي وجلوس معي. تقول إن شفتهن جلسات على قهوتن جلسات يتقهون، شو اسمه أباجي تقهوى معهن إلا تفقعن يقومن، كل واحدة تروح مع جهة. تقول وإن شفتهن جلسات على رحايا بيطحنن شو اسمه الطحين ولا العيش ولا ذا بيزيننه، تقول إلا يقومن ويتركنه. تقول ضاق صدري يربي وش السالفة وش أنا مزينة. تقول ألا واحدة من خوات رجلي معي دائما معي، إن طبخت تطبخ معي وإن نظفت تنظف معي، يعني دائما معي. تقول جات وقالت لي علمت أن تراها فلان هي اللي تزود الهارت وهي اللي تقول تذا من تذا من تذا. تقول المشاكل ما خلصت أبدا إلين ما تدخلوا رجال بهالمشاكل. تقول آخرتها تفرقوا، كل واحد أخذ له بيت وطلع الحاله هو عياله ومرته، يا الله يفتكون من المشاكل. تقول تمر الأيام وتزوجن البنات والشايب والعجوز توفوا وكل واحد لها بحياته. تقول وأنا وعيالي بيتنا ويا ربي لك الحمد ولك الشكر. تقول وهذه هي سالفة مفرقات المجالس، أنا أقول مفرقات الحمايل. وبكذا تنتهي قصتي، وأتمنى إن شاء الله إن تعجبكم وتستفيدون منه. يا كثر ما تفرقت الحمايل بسبة الكلام الزايد، ويا كثر ما تفرقت العوايل بنقل الكلام الكذب ليته حتى صدق، مر لو كان صدق شوي شوي، لكن يزودون على الكلام كلام ثاني إلين ما يتسبب مشاكل وفرقة على الفاضي. أنا عن نفسي ما أحب نقل الكلام، ما أحب أحد يجيني يقول لي فلانة تكلمت بس فلانة تقول عن نورة كذا وكذا وكذا، ما أحبه، لأنه أنت يا نقالة الكلام لو فيت خير كان جبتي صاحبة الكلام وواجهتين به وقلتي يا نورة ترى فلانة قالت بس كذا وكذا 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 وأنا قدامه، خلي طلع تثبت ولا تذبه، إنسان هي قالت وصدق تفهم معه، وإنسان هي ما قالت وتفهم تمعت أنتي يا نقالة الكلام. لكن تجين من وراء الحرمة هذه وتكذبين أو تزودين بالكلام أو حتى تنقلين كلام ممكن يكون ما بصدق، لا ماني مجبورة أني أنا صدقت، ماني مجبورة أني أمشي على كلامت. غير كذا أنا ما يهم من هرج القفاء، أنا ما يهم من اللي يتكلم من وراي، هو يتكلم من وراي
لكن لو إنه صادق وعنده الجرأة كان تكلموا قدامي، هذا أول شيء. ثاني شيء، ليش تحرموننا الأجر يوم نستجين وتقولين فلانة تكلمت؟ بس أنا راح بجي أنا وآخذ حقي بلساني، كذا ما أنا مستفيدة. لكن خليهم يهرجون من وراي، أنا اللي بستفيد بعدين. أنا بأخذ حسناته، وإذا ما عنده حسنات سيئاتي راح تكون عنده، هي راح تأخذ سيئاتي. أسأل الله العافية أن يبعدن وعنكم النميمة والغيبة وهرج القفاء. وبكذا تنتهي قصتي وكلمتي، أتمنى إن شاء الله إنه يعجبكم وتستفيدون منه. اللهم صل على محمد، تمسون على خير.